24 فريق في كاس افريقيا لاول مره، 68 جول في 36 ماتش في دور المجموعات عشان نوصل لدور ال 16. اهلا بيكم في افريقيا عندنا على فيلجول.com. في الاول تعالوا نختار تشكيل افضل 11 ظهروا في دور المجموعات. في حراسه المرمى بالنسبه لي هختار طبعا محمد الشناوي حارس منتخب مصر اللي قدر يحافظ على نظافه شباكه في 3 ماتشات. في خط الدفاع بالنسبة لي أول اسم هختاره هيبقى يوسف عطال. يوسف عطال مدافع منتخب الجزائر ظهر بشكل كويس جدا في مرحلة المجموعات وقدر ان هو يحافظ على نظافة شباك منتخب الجزائر في أول ماتشين ضد كينيا وضد السنغال. الاسم الثاني هو رومان سايس مدافع منتخب المغرب ومدافع وولفرهامبتون المتألق. الاسم الثالث في خط الدفاع هو كينيث أوميريو مدافع منتخب نيجيريا اللي لعب أول ماتشين مع المنتخب النيجيري وسجل هدف الفوز في غينيا واللي أهلهم لدور الستاشر. وأول اسم في خط الوسط هو طارق حامد لاعب خط وسط منتخب مصر واللي ظهر بشكل ممتاز في أول مباراتين مع منتخب مصر وحتى بعد مشاركته كبديل في المباراة الثالثة ضد أوغندا. الاسم الثاني هو مبارك بصوفة لاعب منتخب المغرب. الاسم الثالث هو مفاجأة البطولة إسماعيل بن ناصر لاعب وسط منتخب الجزائر. الاسم الرابع هو مغربي تاني وهو نور الدين مرابط وكلنا شفنا ازاي قدر يصنع جول الفوز لمنتخب المغرب في كوت ديفوار بأداء مذهل. في خط الهجوم معانا 3 اسماء تألقوا بشكل كبير جدا. اول اسم فيهم هو محمود تريزيجيه جناح منتخب مصر ويلا بقى تريزيجيه كفاية على قاسم باشا لحد كده. الاسم التاني هو كارلوس اندرياما. اندرياما صنع اول اهداف مدغشقر في تاريخها في المشاركات في كاس الامم الافريقيه وبعد كده سجل الهدف الثاني في التعادل في المباراه الاولى مع غينيا وبعد كده كمل تالقه وسجل هدف الفوز الثاني في نيجيريا علشان مدغشقر تتاهل لدور ال 16 بسبع نقاط في صداره المجموعه في مفاجاه كبيره جدا كان اندرياما هو نجمها الاول. الاسم الثالث والاخير عندي في الهجوم هختار فيه رياض محرز. رياض محرز جاي مصر بعد ما كسب ثلاثيه محليه مع مانشستر سيتي ومن الواضح ان هو عايز يكسب حاجه مع منتخب الجزائر في البطوله دي. يلا بينا نختار افضل فريق ظهر في دور المجموعات. وبالنسبه لي مفيش فريق ظهر افضل من منتخب الجزائر ولو بينافس حد هيكون منتخب الجزائر الثاني اللي لعب المباراه الاخيره ضد تنزانيا بعد ضمان التاهل لدور ال 16. منتخب الجزائر ما جاش البطوله مرشح للتتويج لكن في دور المجموعات قدم نفسه كمرشح اول للتتويج والحقيقه ان الفضل اغلبه يرجع ليه مدرب الفريق جمال بالماضي اللي قدر ان هو يحافظ على حاله الانضباط بين النجوم اللي اغلبهم محترفين في اوروبا. ودي المشكلة اللي عانى منها منتخب الجزائر بعد رحيل وحيد حلويزيتش بعد كأس العالم 2014. لو جينا نختار أفضل لاعب هو برضه هيكون من منتخب الجزائر وهو مفاجأة البطولة إسماعيل بن ناصر. إسماعيل بن ناصر لاعب خط الوسط اللي عنده 21 سنة ورغم الأداء اللي بيقدمه منتخب الجزائر هجومياً إلا إنه كان مان أوف ذا ماتش في أول ماتشين لمنتخب الجزائر ضد كينيا وضد السنغال. إسماعيل بن ناصر قصته غريبة جداً، هو فضل تمثيل منتخب الجزائر نسبة لوالدته الجزائرية على حساب منتخب المغرب اللي تسبب في غضب والده المغربي. إسماعيل بن ناصر كان لاعب في صفوف أرسنال وبعد كده رحل لإيطاليا علشان يتألق مع صفوف إمبولي. مع إمبولي قدر إن هو يكون أفضل لاعب في الفريق الموسم ده وأفضل جول من بين 68 جول بالنسبة لي كان جول محمد صلاح في الكونغو في المباراة الثانية لمنتخب مصر. حلاوة الجول مش بس في الفينش الحلو جدا من محمد صلاح، لا في صناعة الهدف وتألق محمود تريزيجيه لحد مادة كورة مقشرة لمحمد صلاح وبرضه محمد صلاح حط كورة بشكل كويس جدا. أفضل مدرب لازم يكون أكيد مدرب مفاجأة البطولة لحد دلوقتي مدغشقر نيكولا ديبوي أو الساحر الأبيض زي ما بيسموه في مدغشقر. ديبوي مش بس بيدرب منتخب مدغشقر، لأ، في نفس الوقت بيدرب فريق فلوري في دوري درجة الرابعة الفرنسي علشان يكون كل تفاصيل قصته ورحلته مع مدغشقر غريبة لكن مثيرة جدا وتستحق إن احنا نتابعها. وزي ما كان ديبوي هو مدرب الجولة
فبرضه مفاجأة الجولة هو منتخب مدغشقر، المنتخب الوحيد من ضمن الفرق اللي تأهلت لأول مرة لكأس الأمم الأفريقية يكمل مشواره في البطولة. وبكده تكون انتهت الحلقة الأولى من أفريقيا عندنا، واللي اخترنا فيها الأفضل والأبرز في دور المجموعات. استنونا في الحلقة الجاية بعد دور الستاشر، بس لحد دور الستاشر مستنيين تعليقاتكم علشان تقولولنا انتم كمان اختياراتكم للأفضل في مرحلة المجموعات.